منازل المشاهير هي مملكتهم، واليوم رح نروح بجولة على منزل لجين عمران. مملكتي، برنامج أسبوعي بنكتشف فيه أجمل منازل مشاهيركم المفضلة بالعالم، تابعونا. ومين أفضل من الإعلامية لجين عمران؟ نفتتح مع أولى حلقات برنامجنا مملكتي. لما نقول لجين، بعرف دغري رح يخطر ببالكم الديكورات الضخمة والألوان القوية. بس لحظة، صحيح لجين تعد من أغنى الإعلاميات، ولكن الفيلا اللي عايشة فيها ممكن أنتو كمان تنسقوا بيتكم وتستوحوا منها. يلا نبلش جولتنا بفيلا لجين عمران. مرايا اللون الأبيض والشمع المعطر والورد. لحظة، قصدي ورود. مدخل الفيلا كتير كبير، مزخرف بلوجو أول حرفين من اسمها اللي بتلمحوا أيضاً على حيطان الفيلا الخارجية. بترافق الفيلا حديقة خارجية مع مسبح وخضاء كتير، إلى جانب الباربيكيو وعدة قاعدة جلوس الموزعة على كافة الحديقة. خلونا نبلش بمدخل البيت الداخلي. بوكي الورد العملاقة أول شي بتلمحوه، إيه صدقوا، عملاقة. شوفوها معي. قرب شوي الكاميرا، رح خبركن سر صغير. بتعرفوا إنه بتغير اللون تبع الورد حسب المناسبات؟ يعني بعيد الحب بيكون لونه أحمر، بشهر أكتوبر بيصير زهر، بالأيام العادية الوجعين بتفضل اللون الأبيض لأنه بيعطيها راحة نفسية. على يمين السلالم في مدخل المطبخ الكبير باللون الأبيض كمان، يلي بيضم قاعدة صغيرة بتطلع الحديقة مع طاولة كبيرة من نفس اللون، وبنصها أكيد أكيد في بوكي ورد عملاق. خلونا ننتقل للصالونات. إيه مثل ما سمعتوا، عدة صالونات مش صالون واحد. اللي بيجمعهم هو اللون الأوف وايت أو البيج. بكل زاوية وعلى اليمين وعلى الرف وعلى الطاولة وبين الكنبيات بيلفتك الورد. بوكي ورد أبيض، زهري، ملون، ما بتفرق، بس المهم ورد إلى جانب الشمع المعطر. حلو إنه بالصالونات بتاخدك مع لجين لعالمها الخاص اللي بتشوف فيه صالون مع شاميني، صالون على الطريقة الملكية، وغيرهم من الصالونات المزينة بتحف من ذات اللون اللي بتلاحظوا على الرفوف مع المخدات اللي بترافقك بالصالون، من أهم العلامات التجارية العالمية. السفرة طبعاً كبيرة ومن اللون الأبيض كمان، مزينة بالورد. خلونا نطلع على الطابق الثاني. غرفة نوم لجين بيطغى عليها اللون الأبيض، وأكيد أكيد في غرف نوم كتير كتيرة، ولكن بما بتعرفوه إن غرف النوم مستوحاة من علامة تجارية معينة ومصممة على هذا الأساس. غرفة تغيير الملابس هي تاني أهم غرفة بفيلا لجين بعد المطبخ بحسب ما طبعاً صرحت، والغرفة مقسمة تدريجياً ومنسقة بين الملابس، الحقائب، المجوهرات، العطور، النظارات، والأحذية اللي هي من أهم العلامات التجارية العالمية. التراتبية والتنظيم لأغراضها أمر لابد منه بالنسبة للوجين تيساعدها على الاختيار السريع لملابسها. غرفة المكياج أساسية كمان عند لوجين، والأهم هو الورد الموزع بكل غرف الفيلا. هيدي كانت جولة سريعة ومختصرة لفيلا الإعلامية لجين عمران، تستوحوا منها تصاميم منزلكم. إلى اللقاء.